كنت قاعد بفكر وزهقان ومش لاقي حاجة أعملها، وبما إني مبنزلش كتير بالعجلة بتاعتي فقررت أعمل سلسلة جديدة على القناة وأزور أشهر الأماكن في القاهرة وأصور لكم كل الأماكن ديت. فقررت أبدأ وأروح النادي الأهلي. هيشاركني في الرايد ده سيف، فأول رايد رسمي ليه بالعجلة بتاعته. بس كده، يلا نجهز عشان يبدأ الفلوج. قررت اروح النادي الاهلي لانه حاجه مشهوره جدا في السلسله دي. انا حابب اروح الاماكن المشهوره والاماكن اللي انتوا عايزين تشوفوها اكتر حاجه. غير كده بقى، فانا عايز اروح وخلاص اهلاوي وعايز اشوف كل حاجه هناك، البطولات، وقدرنا مثلا نتصور مع اللعيبه في التمرين النهارده فتبقى حاجه حلوه جدا. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، هوريكم كل اللي اقدر عليه، البطولات كلها اللي جوه الدولاب، البطولات على الاهلي، وهنتصور مع اللعيبه اللي انتوا بتحبوها، واللي نقدر نصور معاه هنتصور معاه. فكملوا الفيديو للاخر عشان اللي مش هيكمل الفيديو للاخر هيفوتوا حاجات كتير جدا جدا وعظمه عظمه، حاجه اخر روقان. دلوقتي احنا على كوبري قصر النيل، بقالي كتير ما جيتش هنا، بس المنظر روعة والنيل ازرق كده وحاجة اخر حلاوة، بس الهواء جامد قوي، الهواء صعب. بصوا يا جماعة حلاوة. دلوقتي احنا في شارع البرج، شارع كده حاجة عظمة، روقان، فخامة، اللي انت عايز تقوله قوله، كله كمان وشجر في وشك، في شجرة في وشنا بقى من تقريبا عندها 900 ألف سنة دي ولا ايه. بصوا قديمة جدا، شجرة قديمة جدا. بصوا الشجرة، بصوا الشجرة جذورها عاملة ازاي، حاجة خامة. طب واحنا في الطريق بقى نقول لكم شوية كده معلومات عن النادي الأهلي. باشا النادي الأهلي مشرفنا في العالم كله، عشان هو محقق حوالي 140 بطولة، أنت متخيل الرقم؟ ومصنف مع أعظم فرق في العالم وأوروبا، بينافس مين؟ بينافس ريال مدريد وإي سي ميلان ويوفنتوس وحاجات عالية جدا. فانت متخيل ان في فريق في مصر محقق كل البطولات ديت؟ غير بقى ان هو محقق 21 بطولة قارية ومصنف كتاني اكتر فرق حصول على بطولات قارية، طبعا الاول ريال مدريد بفرق 5 بطولات. فالنادي الاهلي مشرفنا كلنا طبعا، حاجة عظمة عظمة، معاه 42 دوري و37 كاس، 9 افريقيا واخرهم البطولة التاسعة كانت الموسم اللي فات والقاضية. ممكن بوابة النادي الاهلي، اوه عظمة على عظمة.
ودي البوابة اللي هندخل منها. برج اهو، فلازم بقى تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتعمل شير، ووصل الفيديو ده 300 لايك. 300 لايك نقدر نعملها عادي جدا سهله، واعمل شير لاصحابك سواء بقى بتحب الاهلي ما بتحبوش، فكلنا واحد. اعمل سبسكرايب ولايك وشير، ندخل ونوريكم النادي من جوه عامل ازاي. حاجه روقان، وان شاء الله نشوف اللعيبه ونتصور معاها، ونشوف اوريكم البطولات، بطوله افريقيا الجديده، ونشوف كل البطولات مع بعض جوه. ودخلنا النادي الاهلي، اول حاجه هتقابلها بعد البوابه الاتوبيسات اللي بتنقل اللعيبه والمدربين. بس سيبك من كل دول، يلا نخش على التقيل. دولاب بطولات النادي الاهلي، عظمه عظمه وفخامه وتاريخ. عندك بقى هنا بطولات افريقيه فوق، وعندك في وشك دلوقتي الثلاثيه اللي حققناها الموسم اللي فات، الدوري وكاس افريقيا وكاس مصر. قرب كده، قرب كده على الحلوه دي. التاسعه، التاسعه يا حلاوتك. والقاضيه ممكن يا جدعان، القاضيه ممكن. نعتذر على المشهد بقى لكل الزملكاويه دول. وهنا الدوري اللي احنا واخدينه 42 مره، ودوت كاس السوبر المصري مكتوب تحتيه المواسم اللي الاهلي خد فيها كاس السوبر المصري. جنبك بقى شويه بطولات كده قديمه على جديده، وحاجه جميله جدا. وادي هنا 3 ابطال افريقيا اعتقد بتاعت الجيل الذهبي. من 1907 لحد 2021، مش 2020. عندك بطولات، وعندك هنا لوجو الاهلي في النص ومكتوب تحتيه تاريخ مبادئ تطوير. بس بقى اسيبكم مع شوية لقطات كده متعوا. خد هنا رايح فين، ده لسه هنشوف اللعيبة ونتصور معاهم كمان. تعالى تعالالي. واول لعيب نتصور معاه هو كهربا. اتصورت معاه بالصدفة كده، لقيته مرة واحدة واقف جنبي، اتخضيت طلعت الموبايل اتصور على طول، ما لقيتش اصور فيديو. بس الصراحة محترم جدا ومتواضع كده، واي حد يتصور معاه عادي، وشاور لي تعالى ماشي وبتاعه، حاجة جامدة جدا يعني. وتاني لعيب اتصورنا معاه هو طاهر محمد طاهر، وبرضه شفته كده اتفاجئت بيه، فانا خضيته وانا بقول له يلا نتصور، فبرضه اتصورنا معاه. ولسه في ناس تقيله جدا انتوا بتحبوها هتشوفوها وصورناها فيديو. وبعد كده شفنا علي معلول، وبرضه ما لحقتش اتصور معاه، وزعلت قوي، كان داخل كده محدش شافه اصلا، داخل على طول على البوابه. وعشان انا برضه منحوس اجايه دخل ومحدش لحق يتصور معاه، وانا برضه ما لحقتش اتصور معاه. بس صورته كده وهو داخل اهو، هو لابس احمر جوه وعامل عليه زوم. بعد كده جه والتر بواليا، بس هو كان رافض حد يقرب منه ومحدش يتصور معاه، طبعا هو خايف من الكورونا وكل الكلام ده، فمحدش رضي يتصور معاه زي ما هو طلب. هو داخل اهو. وهنا وصلت اللي هم المدربين اللي بيساعدوا موسيماني، كابيلو والمحلل الاداء وكل دول. اهو كابيلو داخل. وبرضو اتصورت مع بدر بنون المدافع المغربي الجديد، محترم جدا وواضع، واتصور مع كل اللي كان قدامه. وبرضو اتصورت مع كابتن سيد عبد الحفيظ. ده البرج اللي بنشوفه من اي مكان في النادي، هتلاقيه ظاهر في وشك. وهاكل بقى واشوفكوا تاني على الطريق واحنا مروحين.
ايه رايكم في الجوله اللي احنا عملناها جوه النادي الاهلي؟ عجبتكم ولا لا؟ او ايه الدنيا؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي الاماكن اللي انتوا حابين تروحوها بعد كده، وانا ان شاء الله هروح اصور فيها هناك. وايه رايكم بقى في اللعيبه واللعيبه اللي بدات تتصور معانا واللعيبه اللي طلعت تجري جوه البوابه ايه رايكم؟ دلوقتي مروحين، بس الهواء رخم جدا. وبس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، وصل الفيديو ده 300 لايك نقدر نعملها ونقدر نعمل اكتر من كده كمان. لا بصراحه ضحكت عليكم والفيديو ما خلصش ولا حاجه، كان مفيش احسن من كوبايه القصب اللي بيبقى بعد اي نزوله بالعجله، حاجه كده يا جدعان ترد الروح، ترد الروح. سلام.